الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإذا كان رب العزة عز وجل فتح باب الرجاء واسعا فإنه أوسع ما يكون في رمضان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فما أجمل وأعظم أن نتعرض لها في هذا الشهر الفضيل. وقد قال أحد صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل: أي آية في القرآن أرجى، أي أفتح لباب الرجاء والتوبة والقبول؟ قال: هي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: إذا كان رب العزة قد قال لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فما بالكم بخطابه لعباده المؤمنين الصائمين القائمين الراكعين الساجدين الذاكرين المتصدقين الأصفياء الأخلاء؟ يقول رب العزة في الحديث القدسي: يا ابن آدم يا ابن آدم، إنك ما دعوتني واجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أذنب ذنبا عبد أذنب فقال: رب اغفر لي ذنبي. فقال رب العزة عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: رب اغفر لي ذنبي. فقال رب العزة عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب في الثالثة ولا يأس من رحمة الله قال: رب اغفر لي ذنبي. فقال رب العزة عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه الذي أخرجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي صحيح مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وهنا تأكيد على أنه يدخل الجنة ابتداء بلا عذاب، ونسأل الله أن نكون ممن يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقول رب العزة عز وجل في حديثه القدسي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم ماذا يا رسول الله؟ ماذا عن رحمة الله؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا،
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقاع الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، كان معاذ خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، وناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ خلفه: يا معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك. عادها النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا على التأكيد على شدة التنبيه ليستيقظ ويتنبه وليعير النبي صلى الله عليه وسلم كل الاهتمام، وليدرك أن هناك أمرا جللا هما استدعى أن ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ماذا؟ يا معاذ، ما من عبد يشهد أنه أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، أي أدخله الجنة بلا سابقة عذاب. فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. لكن معاذ قبل عندما حضرته الوفاة خشي أن يكتب شيئا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث بها تأثما، أي خشية الإثم أن يكتب حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. وعن عدبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، كان يصلي لهم أو بهم إماما في المسجد، وكان يحول بيني وبينهم واد، كان بين بيته وبين المسجد واد، إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجده، كانت إذا الأمطار نزلت وملأت الوادي بالماء صعب علي أن يشق الطريق إلى المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، أي تقدم سني وضعف بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل، وهو نبي السماحة ونبي التيسير ونبي الرحمة. فغدا على رسول الله، فغدا علي، يقول الراوي، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، أي أذن له في الدخول، فلم يجلس حتى قال. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ حدد المكان الذي تحب أن أصلي فيه. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة على طعام من دقيق يطبخ بشحم صنعناه قصدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسمع أهل الدار وأهل المنطقة فتوافدوا حتى يأنسوا ويسعدوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: ما فعل مالك؟ مالك هذا أبو عدبان الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم يكون موجودا، ما فعل مالك؟ لا أراه. أين مالك؟ الناس جاءت حبا في رسول الله، فأين والد صاحب البيت؟ ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل من الجالسين: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقل ذلك، لا تقل ذلك. ألا طعاه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، والله أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله. صلوا على نور العود، صلوا على نور العيون المصطفى، صلوا على فمحمد طب لكل عليم. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم شفيع.